ومن الفوائد عظم اتباع النبي صلى الله عليه وسلم لمرضاة الله، وأنه رسول صلى الله عليه وسلم، ليس كما يقال أو تقوله الصوفية أنهم رفعوه بل فعلوا ذلك، رفعوه فوق منزلته. سبحان الله، مع أنه كان يرضى القبلة ما توجه إليها من تلقاء نفسه، انتظر أمر الله فلم يتوجه، ولذلك كان يقلب بصره إلى السماء لعل أن يوجه إلى الكعبة. فماذا قال عز وجل؟ فلنولينك قبلة ترضاها.